دلنا بسم الله مرساو مجرى متابعنا الكرام للمباراه لشباب الوفاق. تعود شخصيه مباشره شباب الوفاق لكن عائده بسرعه. ماذا سيفعل بوزيدي؟ بوزيدي بوشيشا بوشيشا تيتمكن من تسجيل الهدف الاول لفريق اجاكس مراكش. بوشيشا تيسجل الهدف الاول لفائده فريق اجاكس مراكش. متابعينا الكرام بعد مرور ثلاثه ديال الدقائق اجاكس مراكش يفتتح الحصه ديال التسجيل هنا بقاعة الزرقسون بمدينه مراكش. شنو غادي يعملوا؟ الجول الثاني لاجاكس مراكش. الجول الثاني عبي عبد الرافع يسجل الكره الهدف الثاني في حدود 36 دقيقة. اجاكس شنو غادي يفعل؟ اجاكس عبي عبد الرافع يسجل الهدف الثاني لصالحه والهدف الثالث لاجاكس مراكش 3-0. عبي يسجل الهدف الثاني لفائدة فريق اجاكس مراكش 3-0. 17 ضرب الكرة المرتدي والمهيري المرتدي والمهيري المرتدي والمهيري كرة تلمس العارضة عايدة شخصية بسرعة ولكن الكرة تعود دائما لشباب الوفاق. إذا المهيري يضيع ضربة جزاء لفائدة فريق شباب الوفاق وعاد بج لا كرة تمشي الكرة لجردة وجردة وجردة وكرة بالكاس يسجل الكرة مولاي رشيد بالكاس لاعب فريق أجاكس مراكش يسجل الهدف الرابع رباعية نظيفة لفائدة فريق أجاكس مراكش وبالكاس يسجل الكرة بحما كانت عملية منسقة. الغموم ومرتدي المرتدي في حوار ثاني وفي اختبار ثاني الغموم الأولى المرتدي دافع عليه البوطو ورد الكرة لكن في الثانية المرتدي يبين على الشجاعة ديالو على الجدارة والاستحقاق ديالو الرسمية في صفوف أجاكس مراكش. الكرة لفائدة شباب الوفاق نجمة متواصلة للشباب شباب بندرتي شنو غادي يفعل؟ المرتدي وبندرتي المرتدي وبندرتي بندرتي يلح الكرة بعيدة والزبيطة شنو غادي يفعل؟ الزبيطة لكن الكرة لشباب الوفاق كرة شباب الوفاق شنو غادي يفعل؟ توغل من الجهة اليمنى البحث متواصل بزاف اللي دخل في اللحظات الأخيرة في الجولة التوازن شيئا ما زبيطي في هذه المحاولة الأخيرة المهيري يضيع أكثر من الرقم اللي لابس اليوم 11 أجاكس مراكش واقف لحد الساعة ومحافظ على نظافة شباكو المهيري يسجل على بعد 19 ثانية من نهاية المباراة المهيري يسجل الهدف الأول لفائدة فريق شباب الوفاق المهيري بعد ما ضيع ضربتين مباشرتين وجوج بوطوات يسجل في هذه اللحظة الهدف الأول شباب الوفاق 4-1 5-4 هي للوفاق للوفاق بالفعل واحد وفرحة عارمة هنا بقادة الزرقسوني لعبنا أجاكس مراكش أجاكس مراكش يحسم النتيجة بربعة واحد هنا بالقاعة المغطاة الزرقسوني بمدينة مراكش في إطار الدورة 12 من بطولة القسم الوطني الثاني لكرة القدم داخل الصالة. كان معكم حمزة الولد من بعثة أخبار فاز المغربية من قاعة الزرقسوني بمدينة مراكش. خير من هنا لقدام وغادي نقول ان شاء الله الكلمه ديالنا من هنا لقدام وتسناو لاجاكس احسن صوره ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنشكروا جريده الفجر على الاختيار ديال الشاملين في المغرب الفوتسال كنحيوها من هذا المنبر. وبالنسبه للمقابله كانت مقابله صعيبه رابور سكور 4-1 ولكن كانت مقابله صعيبه للوفاق كنعرفوه متمرسين عندهم تجربه الناس اللي عندهم الفوتسال كما كنقولوا خاضوا تجربه في البريمير ديفيزيون حنا مازال جداد على الفوتسال عندنا دراري كاينه خبره وكاينين باقي دراري جداد على الفوتسال
الحمد لله شحال هذا الانتصار كنا منتظرين شحال هذا. المهم تقدمنا الحمد لله في النهار، الدراري كانوا جاء دايرين عليهم 3 بوان ان شاء الله لا خوف على فريق اجاكس، ونتمنى ان شاء الله نكملوا في هذا المسار هذا ان شاء الله. نتيجة اللي أتلاجت صورنا كنا